أسست السيدة مها السقا مركزاً للتراث الفلسطيني في مدينة بيت لحم قبل 26 عاماً بهدف إحياء التراث الفلسطيني وتوثيقه ونشره وإبراز جذوره للأجيال الجديدة بشكل جذاب. أجمل أثواب هي أثواب فلسطين، تحكي أو كمان بالنسبة لي كفلسطينية تحكي قصة شعب. مثلا يافا تشتهر في بيارات البرتقال، وكان يحيط ببيارات البرتقال شجر السرو، فهكذا أحاطت الفلسطينية ثوبها، ثوب يافا، ثوب بيت دجن بزهر البرتقال وأحاطته بشجر السرو. المركز بتألف من عدة أقسام، أهمها المتحف اللي هو فيه القطع البيتية والزراعية، كمان في عنا معرض للوحات التراثية. أنا صورت حوالي 200 بطاقة بريدية ولوحة تراثية بتمثل مواقع تاريخية ودينية وأثرية على خلفية الزي الشعبي، باعتبار أنه التوب هوية. مثلا قصر هشام مع توب ريحة، صور القدس مع ثواب القدس، عكا مع توب عكا، فوثقت الموقع من خلال الزي. وتقول مها السقا إن قرار إعلان بيت لحم عاصمة للثقافة العربية لعام 2020 شكل حافزاً لها لإنتاج قطع فنية مطرزة ومضاعفة إنتاج المركز للمشغولات اليدوية. ويعمل في المركز 40 سيدة في قسم التطريز، حيث يمارسن هوايتهن وينعشن اقتصاد بيوتهن أيضاً. الحقيقة كنت سعيدة جدا انه يطلب مني مكتب الرئيس مرتين، لما اجى البابا بنديكتوس ولما اجى البابا فرانسيس، انه اسوي لفحة او وشاح البابا. فبس هو طلب مني اشي انه نحط مفتاح الفاتيكان وطبعا ومفتاح فلسطين، فانا حطيت على الوشاحين مفتاح الفاتيكان ومفتاح العودة والهلال والصليب والنجمة بيت لحم، نجمة الكنعانية الثمانية. فكان إشي رائع جدا إنه البابا يلبسها. اللي بشتغل في المركز التراث من 2003، أنا وأنا صغيرة وأنا بطرز وأنا في المدرسة، يعني عمري جوز تقريبا 5 سنين وأنا بشتغل تطريز. هي هواية بعدين مصدر رزق تاني عشان إني أعيل عيلتي وأعلم أولادي. أنا بحب التطريز، يعني هو تراث بتدخليه في كل شيء عندك، مثلا في البيت، في المخدات، في الدزادين، في الشنتات، في الشلات، في اللبس، في كل شيء. ويضم المركز معرضاً للوحات تمثل المواقع الدينية والتراثية والزي الشعبي الخاص بكل منطقة. وفي كل مناسبة دينية أو وطنية تغتنم السيدة مها الفرصة لإبراز الزي التقليدي الفلسطيني تعبيراً عن الهوية الوطنية.